السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. CDE أو Common Data Environment ده مكان بنجمع فيه المعلومات بطريقة منظمة بحيث إن احنا نقدر نتحكم فيها ونقدر إن احنا نديرها بحيث إن كل الأقسام تبقى شايفة باقي الأقسام، وهي مش تكنولوجيا أو هي عبارة عن ورك فلو، طريقة لتنظيم العمل وسير العمل. وهتلاقيها موجودة في الأيزو 19650 في شابتر 3. وبناء على الايزو 19650 البيم بيكون فيه انفورميشن كونتينر او مجمع للمعلومات او حاويه للمعلومات، وكل المعلومات اللي عندنا بتبقى متقسمه لنوعين، في ستراكشر داتا زي الحاجات 3 دي جيومتريك موديل، وفي سكادول وداتابيس، وفي ان ستراكشر داتا اللي هي المعلومات الغير منظمه اللي هي الفيديو كليب الصوت الحاجات دي كلها. فالطريقة التقليدية بيبقى المعلومات بالشكل دوت، كل حد بيدي المعلومات لباقي الأقسام. إنما الكومن داتا انفايرمنت هي مكان واحد موجود فيه المعلومات، وكل الناس سواء سبلاير سواء كلاينت سواء مانجر بياخد المعلومات من الملف اللي هو السي دي أو الفولدر اللي اسمه سي دي أو النظام اللي اسمه سي دي كومن داتا انفايرمنت. فالكومن داتا انفايرمنت بتبقى محتوية كل المعلومات الخاصة بكل العناصر اللي موجودة في المشروع. من غير المعلومات دي ما نقدرش ان احنا نبدا في المشروع بتاعنا، ولا نقدر ان احنا نعمل ديجيتال توين او طاقم رقمي. فالبيم اوبجكت اللي عندنا اي عنصر موجود، عمود، حيطه، بيكون فيه حاجتين، في البرودكت داتا المعلومات الكتابيه والبرودكت جيومتري العنصر 3 دي. وقبل ما نبدا في اي مشروع بيكون في بعض الانفورميشن ريكويرمنت او في بعض المتطلبات اللي لازم ان احنا نأديها. في حاجات خاصة بالمالك اللي هي Exchange Information Requirement، وفي Project Information Requirement، وفي Asset Information Requirement، وفي Organizational Information Requirement. دي حاجات تبقى مثلا كل المالك عايز متطلبات معينة في قلب المشروع بتاعته، الأسيت أو المشغل بتاع المشروع، المنظمة، المشروع بيبقى ليه متطلبات، فلازم احنا نكون عارفينها قبل ما نبدأ في المشروع عشان نقدر نسلم بشكل سليم. طيب الانفورميشن بيبقى عندنا حاجه اسمها انفورميشن كونتينر او محتوي للمعلومات، ده بيبقى شكل مميز يونيك للملفات، ما ينفعش يكون ليه اسامي مشتركه، لا لازم كل واحد يبقى ليه ملف او اسم مميز بيحتوي نقدر نفهم ان ده مثلا خاص بالكوست بلان او البروجرام او الدروينج او الجيومتريك موديل وهكذا. فبنديها اسم مميز يونيك اي دي بحيث ان احنا عارفين الملف دوت هو ده اللي هنلاقي فيه الداتا بتاعتنا. والانفورميشن كونتينر في انواع مختلفه او في تايب اوف انفورميشن ديفاين، في حاجات مثلا سبيسيفيكيشن، في حاجات دروينج. في سبيسيفيكيشن ممكن نقدر نحميزها بالفيجن، بمين اللي عمل الملف دوت، بالدور ماتيريال انستليشن وهكذا.